قال ربنا إننا نخاف أن يمرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله إن كل شيء له حد أما جمال القرآن فليس له حد سبحانه ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاه خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله لا أعلم يسمى حضراتكم ذلكم الله أعلم القرآن لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة وذلك عبر السير مجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهمتوش مركز السير بالله شركة عمل أدوية كهربائية وأبونا أدخل معتاد الزيادة الكبرى المصاحبة الحاج الشحت إمام إدارة مهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام المقيم إمام بالحوال بمدينة السير بالله كبرى مخازة فراشة الزبائن الكبرى كسر الضيافة المتنقل تحت دارة عنتر وأخواته دارة رضا الشحات وبران الشحات مقيمان بكفر الروم الخدمات الفندقية تطلب من شيخ العرب درة السيد عبد اللطيف المقيم بالحوال بمدينة السن باللوي أيها جماعة طب الكريم إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا.